عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعت لكم العشية اللي في الصباح عملنا مع بعضنا فيديو روتين في الدار، وبعدها ديريكت تعديت للكوجينة باش نحضر معاكم حويجة حلوة. حبيت نحطها لكم في فيديو واحد، وهكا باش يكون الفيديو مش طويل. والله في بالي باش نعمل اليويو واحنا خارجين ماشيين للبحر، في بالي باش نحط لكم قعدتنا زايدة وكل اني وما ونادين وقهوتنا وكل. حسيت الفيديو ياسر طويل، واني ما عادش نحب نقلقكم، خاطر ساعات نشوف يقولوا لي سيرين فيديوهات ياسر طوال. هاو كنحاول بلي نقدر اني نولي نقسم الفيديوهات وكهو، بالرغم انه هذاك ياكل لي برشا مونتاج وصبان الفيديو وكل شيء، اما مش مشكل. المهم يكون الفيديوهات هكا تقدروا انكم تشوفوهم على الاقل باكثر دقايق، معناها مش جست هكا تشوفوا الفيديو وتخرجوا. باش نعمل معاكم يويو طلبتوا مني متتبعة، قلت خلينا نحضروا معاكم انتم. اذا تحبوا اكتبوا يويو يوميات ام تونسية تتلقاو الفيديو متاع اليويو، عامل تقريبا 200,000 فيو. روسيت طيارة على الاخر على الاخر على الاخر نعمل فيها عندي سنين، ومرة هذه قلت خليني هيك نزيد فيها شوية اضافة نشوفهم يخدموا بها اليويو. الحقيقة ما عجبنيش، نرجع الروسيت متاع اللولة اللي هي 3 كعبات عظم، على كل كعب عظم 2 مغارف سكر 2 مغارف زيت. كما شفتوني البنات حطيت 3 كعبات عظم، وحطيت 6 مغارف متاع سكر، وحطيت 6 مغارف متاع زيت، حطيت 2 بكوات سكر فاني ولا سكر متاع زهر، انتم شنو تحبوا. كاس، شوفوا اني المسانسة نعمل كاس عطرش، فهمتوا البنات؟ ما نحطش الحليب، قلت خلي نجرب عندي شكون هكا نشوف فيها تخدم بالحليب. ما عجبنيش الحقيقه بالحليب، نخدم بالعطرش ولا بالزهر، خاطر اني عندي العطرشيه هذيك ولا الزهر نتاع الاصيل. بصراحه البنات على الاخر راهو قوي قوي على الاخر، عرفتوا لازمك تحط نكته، ما يجيش اني نحط ربع كاس عطرش ولا ربع كاس زهر برشا، فهمتوا؟ تحسوا على الاخر ما شاء الله قوي ما شاء الله. وليت حطيت شويه وحطيت شويه حليب، اما زايد ما روسات العاديه اللي مساسه نعمل فيها بالزهر كهو ولا بالعطرش، لا حليب لا ياغورت لا حتى شيء. هذيك روسات بالحق عالميه والله، مش ما شاء الله تهبل كهو البنات. بعد ما خلطت المكونات السائله الكل، وبالطبيعه ما تنساوش الرشه متاع الملح، هذيك الرشه اللي لازمتها تكون في اليويو خاصه، ولا اي حاجه هكا بالشحور راهي لازمتها الملح. واني زدت من عندي شويه قارص، قلت هكا باش ينحي لك النكهه متاع العظم، برغم اللي انا حطيت 3 كعبات متاع سكر فاني وحطيت العطرش، وزدت حطيت شويه متاع قارص هكا باش يكون الجو متاع اليويو بنين. حاسيلو هو جي ريحته وبنته على الاخر بنينه، جست اني هكا القوام نحب، حسيت الحليب ما عطانيش اني تعرف كعبة اليو البنات نحبهاش تكون هيك، نحبها هيك تكون من برا تبدا هيك فيها كل القرميشه ولا كيفاش، ومن داخل يبدا طري يذوب في الفم هيك. نحب اليويو حاسلو حتى ذا يجي محليه راهو بنين على الاخر. اماني ديما معناش نميل لليويو اللي يتخدم بالمي زهر ولا مي عطرش، لا حليب لا ياغورت لا حتى شيء. حاسيلو لهني البنات بعد ما كملت خلطت اليويوخ. اذا انتم عندكم وقت تنجموا تخليوه يرتاح على جهه، معناها يرتاح تريجين ربع ساعه هكاك، ومن بعد تشكلوا بها. بما انه اني مزروبه تو لازمتني فيسع فيسع نحضر اليويو، عرفت عملت الدار كما شفتوا الفيديو الصباح، وباش نكمل يويو ونزرف في روحي ما عادش بكري. العجينه البنات ماذا بيكم ما تعجنوهاش، ماذا بيكم جست هكا يعني تلموها لمين العجنين. لا خديت هيك القالب متاع اليويو، هذاك اول مره نعمله محليه، شريناه تعرفوا من العام اللي فات، خديناه مش العام اللي فات سنه في رمضان، في رمضان سامحوني، حسيته عنده برشا عندي، خاطر تذكر لي ديما هيك نقول باش نعمل كعبات وما يسهلش ربي. من رمضان شريناه، ما شريت باك وعطتني هي خدت واحد وني واحد. قداش عجبني هيك كعبة اليويو، جاتك محلاها معناها كبرها، لا هي كبيرة لا هي صغيرة. اني عندي هيك قالب اخر اما صغير، معناها عندي خول قالب هكايا، اما يعطيك كعبة اليويو صغيرة بصراحة، باش تعمل كيلو ولا تعمل طل تحب لك قداش تشكيل، اما هذايا محلاه. شوفوا رطل مش برشا، معناها انا حالي حتى الكبر متاعه محلاه.
قبل ما نعمل يويو بطبيعة عملت شحور، خاطر لازم شحور، يا شحور يكون بارد يا اليويو يكون بارد. اني قبل اليويو نعمله ديريكت البنات بالمقلة نغطسه في الشحور. نحب كعبة اليويو تبدا هيك شاربك السكر، نبدا نلوج على الكعبة اللي شاربة السكر. توا كيف وليت بعيد، مع نحب نحاول اني نبعد هيك على السكر وننقص، حتى كي ناكل سكر ما ناكلش برشا، معناها حتى وكان اني نحب ما ناكلش برشا سكر. توا مثال ريت قهوتي الصباح ولا حاجة، اني ماذا بيا نشربها بالسكر، بل يكون ماشي كيما حاجة تشربها هيك مرة كيما حاجة حلوة، فهمتوها؟ اما نحاول باللي نقدر هو كان نقص منه. هذاك علاش وليت اليويو ما عادش نعمله كل معسل هيك اللي يبدا كيف المخارق، قبل نعمله كيما هيك هيك. توا نخلي اليويو يبرد وشحور يبرد، ولا اليويو تقع عادي سخون شحور بارد، ولا العكس بالعكس، المهم ما يكونوش زوز سخان باش ما يشرب ليش مش شحور. هو راهو اليويو كيك معناه ما شاء الله يتاكل حتى من غير شحور، ما شاء الله الصغار ماشيين جايين يهزوا فيهم الكعبات. هكا وقعت نكمل نقلي فيهم، و وكهو في ساعة قلت خليني هيك نركح الكوجينة اخذي لي العظم. سبحان الله المدة هذه لا حليب لا عظم لا حتى العظم، العظم بالسيف تلقى الحليب مش موجود. عزيلو كنتش نعمل الكيك، اني ما لقيتش عندي حليب. اخر طرف هذيك الفضلت في الباكو اني صبيتها في اليويو، قلت باش ما تقعدش تعدم، ما لقيتش حليب على اساس باش نعمل كعبة براونيز، ما لقيتش معناها، وليت دورتها يويو كهو من حيروش. بعد حاسيلو قالي والعظم زاده ما لقاليش معناها لهني هيك الا من بلاصه بعيده لقالي، الحمد لله. ولكنش راني ما عملت نجم نعمل شيء. قلت هاوكا اليويو يقعد لي غدوة فور الصباح، يهزو منه لمجة الأولاد، زادا نهار الجمعة كهو غدوة يصبحوا يقراو يهزو منهم لمجة، يموتوا على اليويو. ان ولادي العشق العشق بالنسبه ليهم. علاش البشكوت ما تشجعتش اني نعمله على اساس باش نعمل بشكوت وكهو وكل، ما يحبوش برشا. اني قلت هيك نحط لهم فيه حاجات هيك باش نزيد نفحهم على ريت، والبشكوت والبنات ينفحوا عليه نهار اثنين ثلاثه كان خليت وكهو بالنسبه ليهم. كهو ما يكم معناه ما يقعدوش هيك اللي ياكلوه ديما وكل، خاطر ما شاء الله الواحد كي يعمل بشكوت وكوشه وكل لازمته يعمل كميه كبيره. اي قلت مش مشكلته، مره نعمل يويو مره نعمل كيك مره نعمل كب كيك مره نعمل براونيز، كل مره ننوع لهم في اللمجه، مره ساندويتش لمحال اني عندي انس ماذا بيه ديما ساندويتشات، ما يحبش لا كيكات لا حتى اليويو هوك يتعدى معناها. اما مثال كيك ولا جاتو ولا لا ما مش برشا، ماذا بيه ساندويتش، ساندويتش هريسه وتن فرماج هيك كذاك شنو يحب هكا. كل مره شنو نعمل ان شاء الله، قلت لك نحضر لهم ساندويتشات زاده هيك، حتى ملاوي حاجه في الكونجيلاتور نمد ديريكت نعمل لهم نحضر لهم يمشي ويهزوه يعني، ولا خبز بانيني كهو. توا رجعت الحيره للمج، ما يسالش الواحد يبدا نافح على الكوجينه ويحضر لهم يصنف لهم، المهم يقرا. المهم يقرا كهو. لهني البنات حطيت القهوه، حطيت القهوه الطيب وكهو شحول لهني هاو كساي تقريبا هيك برد معناها، ما حبيتش نعمله هو سخون، يعني مخي كان في الشحور، ما نحبوش يكون لي كل يبدا جاري. عرفتوا البنات انت دوبة تحط كعبه اليويو تحسها تشرب لك الشحور وتولي تتنحى منها هيك اللمعه. قعدت برشا حاصيله وكان استنى فيه، كل مره نتفقده حاصيله كل درجين نتفقد شحور، نحب هيك القوام نتاعو يقعد حتى كي في بيت يقعد لي كيك معناه مشحر وكلورو هيك يشعل تبدا فيه هيك اللمعه نتاع الشحور. ما نحبوش الشحور تشرب كهوي تقعد الكعبه تقش عليها ما فيهاش مش مشحره معناها. الشحور بعد ما طاب زدت له بطبيعه ديك العصره القارص لازم، اما في الاخر حطيت فيه شويه زهر، زهر ولا عطرش معناه انتم شنو تحبوا، يعطيكم بنه مش نورمال في الشحور، ما يبداش هيك السكر برا معناه يبدا مطعمه بنين على الاخر. وبالطبيعه البنات رشه جلجلين من الفوق، قبل نرش جوز الهند نرش هيك ساعات كفاكه مهرشه، اما شيء بعد جلجلين
حس وحده بصراحة في كل كرشة في الاخر متاع مقروض ولا يويو كهو هكا متراو فيه. ريتو البنات حتى كشحور هكا هبط ولا حاجة يقعد هكا مزيان وكل ما هم تفقدوا ديما هكا حطوا شوية على رخامة تفقدوه كي يبرد الشحور كيفاش يولي القوام متاعه ديما تفقدوه لا تعملوه هكا يابس. المهم جربوه على الرخامة شوفوه. عندك الحاجات هذوما تحس العمدة في الكشحور متاعهم إذا عملته جاري تحسها فسدت الروسيت. خاطري الروسيت سهلة معناه ما فيها حتى شيء يويو ولا مقروض ولا كل حاجة تكون كل ما فيهم حتى شيء. هذوما كعبات اليويو متاعنا حضروا نودكم ومن شهيكم. ما شاء الله ريحتهم تهبل هاوك البنات تشجعوا وعملوا كعيبات توا غدوة هزوا منها الصباح صغار اللمجة ولا لا إله إلا الله يفطروا بها فطور الصباح محلاه مع قهيوة هيك متخير عليها حتى شيء ولا قهيوة العشية متخير عليها حتى شيء. حطيتها فك الوحدة هكي نحط فيها الحلو وهزيتها ومشينا المسير. اليوم ماشيين المنستير معانا ما ونادين اختي احمد اختكم رضا شويه باش نمشي. والله العظيم تعرفوا ماشيين خطوه كما نقولوا خطوه لقدام وخطوه لتالي خاطر الطقس عرفتوا كل تحسوا ريح ولا كيفاش يعني خريف سبحان الله الخريف مش متاع بحر. اما احنا تعرفوا عليه ماشيين ماشيين بطبيعه باش نصطاد وراهم. ما شاء الله اصطاد خيرات ربي والله ما شاء الله. مشين الأكثرية على انهم باش نصطادوا وما نادينا هوكا يبدلوا الجو معانا زيدا وكل هوكا راجل يبدا ليه في الصنارة متاعه حتى سالم اصطاد معاه زيدا سالم ما نحكي لكمش على فرحته اصطاد حوتة. حسيت عمل له كيما الصنارة مش الصنارة هي خيط وركب له فيها دراكي فيها شكل المخطاف وكل شيء. عاد هوكا هما يتلهيو في المصيد متاعهم واني هوكا مع ما نشرب قهيوتي نعطي كلمة ناخو كلمة وكها لاني وصلنا قلت لكم ساق القدام وساق التالي. اخر مرة كمشينا الهرقلة هايج مشينا لشط مريم هايج ما شاء الله متاع مستير بالحق يهبل صدقوني يا البنات تقولش علينا في هواي ولا هيك تقول بيسين. تعرفوا على قد ما تمشي في البحر ما يغرق الجملة صدقوني على قد ما تمشي. شوفوا لاني صغار تصدموا ما شاء الله الكل تحسوا واطي على قد ما تمشي واطي عرفتوا بالعمل سلمى تدخل برشا الداخل باش هيك تنجم تغطس تحت المي خاطر ريتو القدامي هذاك الكل شط دنيا فارغه محلاها ولينا قعدنا لهني خاطر مسانسين نبعدوا ديما على كل نبعدوا بعد لوتيل هذايا باش نقعدوا حسيناه فارغه ومفهميش برشا عباد. من بعد العشيه الحقيقه جاوا برشا ناس خاطر طقس سخون اليوم عرفتوا الناس الكل تقول لك قوايل ما نخرجش. اما ما شاء الله راهو يهبل 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 بالحق راحه نفسيه كي بدا هكا البحر لونه مزيان وهو هادي ماهوش هيج تقعد تعمل قهيوه تقعد تتامل فيه بصراحه العز والله ما شاء الله. والله اول مره يعني هيك نشوف البحر هيك في الخريف معناه وهيك بالرغم انه فما ريحه ولا ما شاء الله يهبل في سي. شوفوا قد ما تمشي واطي خاطر يمكن ما فماش برشا عبيد عرفتوك صافي على الاخر سبحان الله والله. هاي 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 يقعد يمشيو برشا باش يلقاو كمي ابرك كي نجمو يخصو فيه. هاي برافو الناس انا فهم برشا حريقة قالك علاش علاش كثرت الغرقة معناها فقام يزين كسكسي بالعصبة للبحر انا شغلي حريقة كبيرة كتاني خليها غادي ما يصيرش ما تحرقش هي ما تحرقش. ما شاء الله.
قلت لهم بدي اجيب فيديو زين في تعمل لك حاجه اقول لك عليها تعال اديك هنا بس هنا بابا تيا هنا ريان تيا شوفي شكلي شوفي هذا الكنبة احنا شوفوا في ريحه البيتزا ملي في الكنبة شوفوا في ريحه البيتزا دي حتى جيبوا ريحه السوري يلا دافع البيتزا دي كفرع أعطيه شوشو جازودوي إيش قد في حسنة حسيتها بشكتير يعني تو أغزر أنا ما شو باكو شكتو ما عرفت ايش الرجحة ما عرفت ايش الرجحة وين الحوت اللي اعطوه لك الوليد؟ ما صدقتها بحري بعلمها اه كيف؟ انا ربيت بعدين اي انا الرابع في وسط القرية شكري محترم على الاخر لازم ثم حد في بعد شو ماذا بيته يبعد قدام قدامه يا انا من المحل اللي تصلها القهوة وحط المعجون أحلى سلم أنس حقوق
عادوا ما قالوا لي ما هنا غدوة احنا نتنفذوا ونحضروا الفطور ونطيبوا زيادة فطور نصف النهار. قالوا يا سيدي شو نطيبوا زعما؟ قالوا نطيبوا تحبوا روز اللي نعرفوا طيبوا روز وحده طيب مرقة وحده ذاك كاش طيب مرقة ما تعرفوا خمسة علي عاد اليوم الصباح قلت لهم قالوا لي الصباح انا عندك وجينا طيب فطور ما تريوفا ميت قوة. أنا بتمنى